الكرام، عود طيب مبارك الى ساحة القرآن، ساحة الذكر والبيان. والقرآن الكريم هو سيد الكلام، وهو لكل شيء افضل البدء وافضل ختام. فهيا بنا ايها الاعلام لنعود مرة اخرى لنستمع لآيات مسك الختام، ومع علم الاعلام نجم نجوم اذاعة القرآن، صاحب الواجب في كل مكان، فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن، والذي لقبه محبيه على دائرة الانترنت العالمية بقيصر النغم، بل هو قيثارة السماء لتلاوة آيات رب السماء. هيا بنا لنستمع لقارئنا وشيخنا فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. قرآنا فرقناه لتقرأه وقرآنا فرقناه وقرآنا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا
كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله قل ادعوا الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولم يكن له شريك
وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم
العين يسقون من رحيق مختوم يسقون من رحيق مختوم يسقون من رحيق مختوم خاتمه مسك النعيم يسقون من رحيق مختوم خاتمه مسك خاتمه مسك ختامه ختامه مسك خاتمه مسك خاتمه مسك خاتمه مسك ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون بسم الله نعبد وإياك نستعين الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. الفاتحة. زيادة في شرف النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وأصحابه الأعلام وإلى روح روحنا الكريم من الأستاذ أسامة محمد مصلحي بدير وجميع موتى المسلمين. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان ختمت على خير ليلتنا القرآنية بتلاوة طيبة مباركة لعلم الإذاعة المصرية وقمر قراء الجمهورية فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن قيصر النغم وكروان الفجر بالإذاعة المصرية وقمر الأمسيات الدينية. شاكرين إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا. باسم الأسرة الكريمة عائلات بدير نشكر إلى كل من شرفنا بأداء واجب العزاء، والشكر أيضا للهندسة الإذاعية العالمية محمد عبد الوهاب والفراشة الفندقية الحاج أحمد عطية أبو غنيمة وأولاده أبو نجاح شرقية والإنارة الذهبية مهندس أحمد الشحات ولواجبات الضيافة الفندقية أولاد البسيوني ولمصورنا الليلة ومخرجنا ومخرج الروائع مهندس ناصر صلاح. إخوتنا إخوة الإيمان إلى هنا يتوقف إرسالنا إلى هذا الحد، وكان معكم من أسرة المذيعين ومستشار الإعلامي عبد الوهاب مصطفى عبد الوهاب. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.